استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. خلال اللقاء أشاد سموهما بالأهداف الإنسانية النبيلة لجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في مجال التعليم لدورها في تشجيع المبادرات الدولية الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم وجودته ونشر قيمه السامية. وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد الفائزين بالجائزة في نسختها الثامنة، واستعرض سموهما خلال اللقاء أيضا التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكد سموهما بأن أي تقارب خليجي مع الدول والكتل الاقتصادية في العالم يصب في مصلحة المنطقة وتنميتها الاقتصادية، وأن استمرار الزيارات على مستوى كبار المسؤولين بين الجانبين يفتح المجال أمام تعاون أكثر فعالية يعزز القدرة على التعامل مع التطورات الاقتصادية العالمية.